السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم درج جديد من ميكانيك الكل. شباب، نكمل محاضرتنا بنظرية الاضطراب. اليوم راح أخذ الإبساي، الإبساي أو الدالة الموجية للحالة المضطربة الثانية. وبالتالي منين أبلش شباب؟ أنا بلشت بالمحاضرة السابقة، ترجاكم عيدوها، تساوي لي سكوير زائد سميشن اي للان اتش كي ان، شو تساوي لي؟ اي كي سكوير اي للام زائد اوميجا واحد اي كي زائد اوميجا تو، ها كلها مضروبة في كرونكر ام والكي ام والكي. وبالتالي قلت لكم لما الكي لا تساوي الام فان اي ام تساوي لصفر. عاملين اخذتها من تصحيح الطاقة الاول، كذلك نشرت المحاضرة عليه ممكن تشاهدونها. ولما الكي كذلك لا يساوي الام فان الاي كي تساوي لي اتش كي ام على اي ام ناقصا اي كي، هذه راح احتاجها. والاوميجا واحد تساوي لي اتش بدلالة ام وام بدلالة ام وام. وبالتالي هس ابدي اقول الاي كي اي للكي سكوير زائد سميشن اي للان اتش بدلالة كي وان، شو تساوي لي؟ تساوي لي اي كي سكوير اي للام زائد اوميجا واحد اي كي زائد اوميجا تو، هذا كله مضروب في كرونكر ام والكي ام والكي. شباب هسه ابدي اخلي السميشن وحدهم، يعني هذا انقله لهنا وهذا انقله لهنا، فقط ابدل. فش تصير اي للكي هذا عامل مشترك موجود هنا وموجود هنا، فش تصير لي اي للام ناقصا اي للكي. هي المفروض اي للكي ناقص اي للام، لكن هذه اريد اسويها اردبقيها زائد، هذه اردبقيها زائد، فقط اغير الاشاره فتصير سميشن اي للان اتش كي للان ناقصين اتش ام بدلالة الام وهنا اي كي وهنا اي كي. هسه كل واحد اعوض مالاته، كل واحد اعوض مالاته. انا عندي لما الان لا تساوي الام فان الاي ان تساوي لي اتش ان ام على اي ام ناقصا اي ان. رجاء هذه بالمحاضرات السابقة اخذتوها، المفروض انتو تعرفونها حاليا، انتو المفروض تعرفونها حاليا. فبالتالي الاي كي سكوير هسه هذه اقسمها على الطرفين، وكل واحد اعوض مالاته بمكانه، كل واحد اعوض مالاته بمكان، يعني هذا اعوض مال هذا بمكانه، وهذا كذلك اعوض اللي هو الاي كي اعوض مالته بمكانه، وابدي اشتغل. فتصير سميشن اتش ان وام على اليمن، هذا الاي للان تشوفونه اي ام ناقص اي ان. زين انا اريد اتخلص من هذا،
لازم أقسم عليه، فبالتالي شو تصير لي؟ تصير لي إي إم ناقصا إي إن، هذا بمن مضروبة؟ مضروبة بإي إم ناقصا إي كي ناقصا إي كي، والإتش بدلالة الكي والإن ما له علاقة بها ناقصا. شباب الـ AK شوفوها هي AM ناقص AK، ووجدتها AK ناقص AM أو AM ناقص AK ثانية، فتصير سكوير، فتصير سكوير. إذن هنا H للـ M، H للـ M، وهنا H بدلالة M و M، وكذلك H بدلالة K و ام، هذا كله على اليمن على اي ام ناقصا اي كي، هذه سكوير اي كي سكوير. وبالتالي ارتبها اكثر، ارتب المعادله اكثر. شباب ترى مو صعبه، بس لكن يراد لك فقط شويه يعني رياضيات قويه. المهم هذا شو عندي؟ هذا عندي اتش للان و H لل M و H M و K و N، هذه أبدي أفصلهن، أبدي أفصلهن H لل N بقي بواحدة والباقي أضربهن فيصير لي هذا، هذا بدلالة. وهنا ال E M ناقصا E N على E M ناقصا اي كي ناقصا اي كي، هذا شو تصير؟ ناقصا اتش، وبالتالي عندي الاتش بدلالة ام و ام، واتش كذلك بدلالة كي و ام، على اليمن على اي ام ناقصا اي كي، هذا كله سكوير، هذا كله سكوير. شباب بحالة الام تساوي للكي راح اقدر اجد معامل الاي للام سكوير. شلون؟ باعتبار انه الاي ام يساوي صفر، هذا اخذته بالتصحيح الاول للطاقة، هذا اخذته بالتصحيح الاول للطاقة، وبالتالي لازم ترجع تشوفه، لازم ترجع تشوفه. وبعد معالجة هاي يعني ما أرد أنطيكم معالجتها لأن كل الصعبة وطويلة، بعد معالجة هذه راح تطلع لي إنه الـ AM سكوير شو تساوي لي؟ تساوي لي ناقص نصف نصف سميشن الـ N أي للـ N سكوير، وتساوي بدورها ناقص نصف سميشن. أنا لما أريد أن الـ A لا تساوي الـ M، أنا أريد الـ A لا تساوي الـ M اللي هي H M و N على اليمن على E M ناقصا E N، هذا شنو؟ كله سكوير، هذه كله سكوير. ليمتى هاي؟ لما اللمدا تساوي لي واحد، لما اللمدا تساوي لي واحد، هذا أخذته بالتصحيح الأول، فالمفروض أنتو تعرفونه، المفروض أنتو تعرفونه. وبالتالي الإبساي 2 بهاي الحالة شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي سميشن، خلي أكتبها بغير لون، سميشن اي للان سكوير يو للان، وتساوي لي سميشن عندما الكي لا تساوي الام، افتح قوس من هذا اللي الله موفقه اللي هو هنا سميشن هنا اتش، خلي اكتبها بالاسود لان الاحمر ما يبين،
H بدلالة N و M و H بدلالة K و N على اليمين على EM ناقصا EN في EM ناقصا EK هذا كله ناقصا H للM و M و H للK و M على EM ناقصا EK هذا كله سكوير هذا كله سكوير هذا كله مضروب بمن كله مضروب في UK هذا كله مضروب في UK اقصد هذا المثال زائد الحد الثاني انا طلعته الحد الثاني انا طلعته اللي هو هذا راح يصير الحد الثاني انا طلعته اللي هو هذا راح يصير لكن انا بالاشاره الاصليه عندي ناقص انا بالاصليه عندي ناقص وهذا ناقص اذا تصير زائد وبالتالي زائد النصف سميه فين h بدلاله الام وان على اليمين على em ناقصا en هذا كله سكوير في يو للام واقفل القوس واقفل القوس وبالتالي هذه المعادله راح اعيدها هذه المعادله راح اعيدها يعني من باب شلون تقول من باب الفهم الاكثر اذا الابساي 2 راح تساوي لك التالي سميشن عندما الكي لا تساوي الام افتح قوس سميشن اتش ان بدلالة ام و اتش بدلالة كي و ان على اليمين على اي ام ناقصا اي ان مضروبة في اي ام ناقصا اي K هنا راح تصير ناقص H بدلالة M و M و H بدلالة K و M على اليمين على E M ناقصا E K سكوير في U للM شباب أنا كانت عندي هنا بالإشارة ناقصة زين وهذا ناقص طلعته وهذا ناقص إذن الإشارة تصير زائد فبالتالي تصير زائدا نصف سميه فين هنا القوس H M هنا العفو N على اليمين على E M ناقصا E N هذا كله سكوير في U للM في U للام وبالتالي انا عندي الابساي الكليه كتعميم شو تساوي لي تساوي الابساي نوت زائدا لمدا ابساي واحد زائدا لمدا سكوير ابساي تو لما اللمدا تساوي واحد لما اللمدا تساوي واحد اذا الابساي كتعميم راح تساوي لي U بدلالة M زائدا سميشن H بدلالة K و M على اليمين على EM ناقصا EK سكوير في U للK زائدا سميشن شباب تجيب هذا تنزله هنا تجيب هذا تنزله هنا وكدلالة إذا تريد الاضطراب لا تريد الاضطراب يعني فهنا راح تساوي لك E N زائدا H بدلالة M و M زائدا هنا على H N و M سكوير على E M ناقصا E N ناقصا E
يعني أركز لي على هذا الحد. شباب هذا الحد يحاول زيادة فواصل الطاقة، يحاول زيادة فواصل الطاقة. هذا بيمن نشبه بالميكانيك الكلاسيكي بالتنافر، بالتنافر. يعني كل ما كانت المواد متنافرة راح شنو هذا الحد هو اللي يمثل لي اياها، هو اللي يمثل لي الزيادة بفواصل الطاقة، هو راح يمثل لي الزيادة بفواصل الطاقة. لحد الآن هو هذا المطلوب، هو هذا المطلوب، هذا المطلوب اللي هو تصحيح الدالة أو تصحيح الدالة الموجية من يعني للمستوى الثاني. هذه لما أعممها، هذه لما أعممها أسويها أكثر تعميما. طبعا هاي هاي شنو هاي؟ هاي عبارة عن لمدة الصفر في إبساي، وأي أي عدد أسة صفر فهو واحد، فبالتالي تصير لك إبساي نوت اللي هي الأصلية. هذه كتعميم فقط، هذه النثابتات فقط تجيب هذا تخليه هنا، فقط هذا تجيبه تخليه هنا. هذا كاضطراب، هذا كاضطراب، هذا اللي قلت لكم عليه بالمحاضرة السابقة اللي هو يحاول زيادة فواصل الطاقة، يحاول زيادة فواصل الطاقة. شباب بقى عندي هذا السؤال، بقى عندي هذا السؤال، ليه متى تحبون يعني نشرحه لكم او ننزل لكم على شكل فيديو، او تردونه فقط احل لكم يعني بشكل رياضيات وانزلها على شكل صور. نتمنى المشاركه من عندكم، يعني تكتبون في التعليقات، تكتبون في التعليقات هل تحبونه يعني على شكل فيديو او على شكل يعني فقط صور وانشر لكم اياها. ولا تنسوا اللايك والاشتراك والاعجاب حتى ينزل لكم الفيديو، يعني فعلوا زر الجرس على مود من انزل فيديو يجيكم اشعار. ويا ربي بالتوفيق للجميع ومع الف الف سلامه.